السلام عليكم سادة المشاهدين، مشاهدي قناة البلد، صباح البلد. أنا تقوى حامد من جمعية أصدقاء الأسرة والطفل بتوتي. الليلة عايزين نتكلم عن المخدرات والخطر القريب جدا على المجتمعات. في الآونة الأخيرة، في الفترة الأخيرة، المخدرات عاملة صداع لكل السودان حقيقة، لأنه بقت تارجت أطفال أعمار الصغيرة في العمر ده. أنت بتفكر كيف تحميه، مش بتفكر كيف كمان يجي عليك بلوة المخدرات. يعني انت يا داب بتفكر تحميه وتعلمه، توفر له البيئة الآمنة، كمان يجي عليك خطر اسمه المخدرات من كل اتجاه. السؤال المهم شديد في موضوع المخدرات ده، هي بتخش كيف؟ وين 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 الأجهزة الأمنية؟ وين المراقبة؟ يعني الكمية اللي بتخش كل مرة حاوية، مش وين المراقبة للطريقة نفسها اللي بتخش بها المخدرات دي؟ وين ايا كان انواع شنو؟ يعني هاسيهم بيتكلم عن اخطر نوع اللي هو الايس ده، اللي هو طوالي بيؤدي للحياه وقتي، يعني يمكن من الجرعه الاولى الثانيه بيؤدي للحياه، لانه عنده طريقه معينه للتناول. يعني هو اصلا جاي للفئه الراقيه اللي بتتناوله بمويه نظيفه وما الى ذلك. فبيبقى السؤال، دخل كيف؟ يعني معقول يعني نحن البلد دي بقت بسيطه وسهله كده؟ يعني نحن ما عايزين نهبش الحكومه، لكن حقيقه موضوع المخدرات ده لا، لازم الشرطة تحديدا تراجع أوراقها فيه وتشوف نفسها واقفة وين من حماية المواطن من المخدرات. أنا بقول المواطن كبير وصغير كله متأثر بموضوع المخدرات ده، ففي جسم مسؤول من حمايتنا اسمه الشرطة، فأبسط حاجة الناس تأدي مهامها. طيب الخطر، الآثار السالبة دي ما حاجة معروفة، يعني طالما قلنا مسيب للحياة فمشكلة. أنت طفلك بتحاول تحميه من أي شيء، شكة الدبوس دي بالنسبة لك لطفلك مشكلة، خليك لما يجيك مدمن وتضطر تمشي تودي تعالجه أو يسهب بحياته يموت، يموت وهو لسه ما شاف حاجة للدنيا بسبب إنه يتناول له جرعة بتاعت مخدرات آيس ولا كوكايين ولا هيروين ولا إن شاء الله البنجو. ده كمان مزعج جدا بالنسبة لإنه طفلك يكون مدمن أو طفلك يكون عنده علاقة بشلة عندها مشكلة أو عندها موضوع تناول المخدرات. ده حاجة سهلة، لانه ده بيؤدي، لانه اذا ما توفرت له المبالغ الماليه حيرتكب الجريمه طوالي. يعني مما كان ولد في البيت عادي يبقى جانح قاعد له في 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 مصحه علاجيه، ويبقى جانح قاعد له في سجن. فهذه مساله صعبه جدا من طفل عادي كبير البيت، اكبر اولادك بتركز معاه وداير يتعلم، داير يطلع حاجه كويسه في المجتمع، داير يؤدي دوره الكامل في المجتمع، لا تلقاه بقى مجرم لانه ما قدر يوفر مبلغ الجرعه المره دي. فالمساله بتاعت مراقبه الاسره للطفل، مراقبه سلوك الطفل، مسؤوليه الاسره، ام وابو واخوان لازم يراقبوا السلوك، لانه اذا سبناه برام بدون مراقبه، بدون ما نكون عارفين بيعملوا في شنو، ده ذاته وحده من المشاكل، لانه بيبقى من البيت ما في سؤال بيطلع بسهوله، بيعمل حاجاته بسهوله. وغير انه اصلا المخدرات دي بقت سهله في البلد الغريبه دي حقيقه. فطفلك تخلي بالك له، تراقبه، تشوف مجتمعه اللي بيطلع معاه مدل منه، بيمشي مدرسته ولا لا، قاعد بيواصل في تعليمه ولا لا. يعني الحاجات دي مسؤوليتنا نحن، علشان ما مما طفل في بيت يبقى مجرم جانح مرتكب له جريمة علشان يقدر يوفر له قروش. أحيانا التناول للحاجات المخدرة دي بتخليه يرتكب جريمة ساي بدون أي شيء، بس تلقى في طفل قبل فترة كانت في قضية ولد كانت له طبيبة، لأنه بس خاف دخل البيت وما عارف داري يعمل شنو، كان تحت تأثير المخدر فطعنه. فبيبقى الطفل ده ذاته بيبقى فجأة مجرم، أنت ما كنت متوقع طفلك في يوم من الأيام يعمل لك جريمة قدر ده. فبيبقى مراقبة الأطفال، مراقبة الشباب من مسؤوليتنا نحن، علشان هو ذاته ما يميل على موضوع المخدرات ده اللي بقى ساهل في البلد دي. بقت مسألة السرقة دي مربوطة دايما بالإدمان، لأنه بعد شوية بتبقى هو ذاته لما يبتدي يشيل أكثر من مصروف، الأم حتفهم إنه في حاجة حاصلة، فالحاجة الحاصلة دي بتخليه هو يبتدي يشوف له حلول. فواحدة من المشاكل اللي بتوصل الأطفال لانهم يخشوا السجون او انهم يتعرضوا للانتهاكات كلها
الانتهاكات كاملة، يكون عمره 16 سنة 17 سنة يتعرض لكل الانتهاكات في الدنيا اللي بتوقعوها، ويطلع لنا إنسان ما سوي، ويطلع لنا إنسان مجرم هو ذاته يرتكب جريمة بعد ما يبقى في العشرينات من عمره. دي القصة دي بتبتدي كده، بتبتدي من إهمال في الأسرة، بتبتدي من سهولة في مجتمع قادر يجيب الحاجات دي عشان يتناولها ما في مشكلة. فالمراقبة مسؤوليتنا، الطفل مسؤوليتنا، مسؤولية الجميع، مسؤولية الأم والأب والأسرة في البيت. القروش الزايدة مشكلة، يعني التعليم مهم، إذا ركز في تعليمه، إذا أنت ذاتك ركزت معه في تعليمه بتبعديه من شر المخدرات، بتبعديه من شر التسرب التعليمي، بتبعديه من كل الشرور في الدنيا دي. وفي الأول كنا تكلمنا عن مشاركة، كمان إشراكه في الحاجات بيخلي عنده إحساس المسؤولية، بيخلي عنده إحساس إنه هو ينتمي للبيت ده، فاهم إنه البيت ده بيهمه، فطبيعي ما حيرتكب حاجة تبعده من جو البيت، بيبقى عايز يحافظ على بيته، على أخوانه، على رجعته من المدرسة، على شكله في كيس شيبس هو أخوانه، دي حاجة مهمة جدا بالنسبة له هو. فكل ما نحن قدرنا وفرنا له والبيئة العائلية الجميلة دي، يعني المسألة ما مسألة عندنا قروش ولا ما عندنا قروش، مسألة أنت عندك التزام تجاه أطفالك ديل أنك أنت توفر لهم بيئة طيبة عشان يقدروا ينشأ فيها نشأة متكافئة. يعني إحنا ببساطتنا دي بنشئ جيل مهم شديد، فالمراقبة بتجي مننا نحن، الاهتمام بيجي من البيت، بيجي من الأسرة. كل ما راقبتي وكل ما عرفتي حاجات وشنو كان طفل كان يافع، إحنا بنقول عليهم أو مراهقين، برضو من مسؤوليتنا عرفتي طالع مع منو جاي، مع منو بيعمل في شنو، حاجاته في البيت عاملة كيف، دي كلها عندها مؤشرات. حتى الإدمان دي عنده مؤشرات، في حاجات معينة بيستخدموها في الإدمان، فدي مؤشرات انت بتقدري تعرفي منها هل طفلك ده ماشي في الطريق الكويس ولا ماشي في الطريق المفروض انت ترجعيه، ومنه يرجع لك طفلك صحيح معافى وسليم ان شاء الله، عشان انا نقدر ننجح في نبني أسرة سليمة معافى، نبني مجتمع متكافي ان شاء الله. ولحد ما نتلاقى في فقرات اخرى توعوية، ابقوا طيبين ان شاء الله.